السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. اول كورس ينزل على القناه وباذن الله مش هيكون اخر كورس، ومن العنوان الكورس هيكون عن الاسكال هاكينج والتك على اسكال كويس. خلينا نبدا. السلام عليكم. قبل ما اتكلم في اي حاجة، الغرض الاساسي من الكورس هو مساعدة الاشخاص اللي عايزة تبني حياتها المهنية في عالم الاسكال هاكينج ومش عارفة تعمل ايه او تبدأ من ايه. انما الهدف الثانوي هو ازاي تحمي نفسك من الاختراق، وده هوضحه خلال الكورس باذن الله. ولان الاسكال هاكينج بقى نظام بيتبعه اكبر الشركات والمنظمات لحماية انظمتهم وبياناتهم من الاختراق، ما بين قوسين كده من البلاك هات هاكرز، وهنتعرف على انواع الهاكرز في الفيديو الجاي باذن الله. فالحاجه دلوقتي للاسكال هاكرز بقت حاجه اساسيه ومهمه في المنظمات الكبيره والصغيره كمان. في الكورس ده باذن الله هنغطي حاجات كتيره جدا هتخليك تاخد خطوات كبيره لقدام في مجال الاسكال هاكينج. المواضيع اللي هنغطيها في الكورس ده هيبقى عندنا زي مقدمه كده الاسكال هاكينج، بعد كده تاني حاجه هنتعرف ايه هو الاسكال هاكينج وانواع الهاكرز من الفيديو الجاي باذن الله، بعد كده هنجاوب على سؤال ليه تتعلم الاسكال هاكينج، بعد كده هنشوف ايه اللي انت محتاجه عشان تبدا تتعلم الاسكال هاكينج، بعد كده هنتعرف على نظام الكالي لينوكس وليه احنا بنستخدمه، بعد كده هنحمل ونثبت نظام الكالي لينوكس على برنامج الفي ام وير، بعد كده هنتعرف على الجي او اي او الانترفيس بتاع الكالي لينوكس وازاي نستخدمه، بعد كده هنتعرف على الاوامر الاساسيه اللي موجوده في كالي لينوكس، هنتعرف كمان على الادفانسد كوماندز اللي موجوده، الاوامر المتقدمه جدا داخل كالي لينوكس، بعد كده هنتعلم ازاي نتعامل مع البرميشنز بتاعه الفايلز داخل كالي لينوكس برده، بعد كده هناخد شوت في السوشيال انجينيرنج واهم الادوات المستخدمه فيها، بعد كده هنتعلم الانكريبشن او التشفير، بعد كده نتعرف على الادوات بتاعتها، بعد كده يبقى عندنا مقدمه كويسه للنتورك، بعد كده هنتعرف على اساسيات النتورك وازاي تكونكت وايرلس ادابتر للكالي، هنتعرف على الماك ادريس اللي اتكلمنا عليه كتير قبل كده وازاي نغيره، بعد كده نتعرف على الوايرلس مودز اللي هي المانج والمونيتور، هنتعلم ازاي نعمل كراكنج لل WPA وال WPA2 باستخدام الوورد ليست، بعد كده نتعرف على اداه الان ماب اللي هنستخدمها في تحليل الشبكات، بعد كده نتعلم ازاي تشوف كل الاجهزه المتصله بالشبكه اللي انت كونكت عليها، بعد كده معانا السنيفنج واهم الادوات المستخدمه فيه وهنشوف كل حاجه باذن الله ما تلاقوش، بعد كده نتعرف على الاي ار بي والدي ان اس بويزنينج، بعد كده هنتعلم ازاي نعمل اكسبلويتيشن على جهاز معين، بعد كده هنتعرف على الميتاسبلويت فريم ورك، بعد كده هنشرح الدوس اتاك وازاي بيشتغل وازاي نعمل الاتاك ده، بعد كده هنعمل انجكت للجافا سكريبت كود، ازاي نعمل حقن لكود الجافا سكريبت، بعد كده هنتعلم الكروس سايت سكريبتنج طريقه عملها، ومعانا السيكوال انجكشن برده حقن سيكوال والتروجن اتاكس، وهنشوف كمان ازاي بيتم عمليه اختراق الباسوردز، وفي مواضيع تانية كمان باذن الله هنغطيها. بعد كده معانا المتطلبات الاساسيه. قبل ما تبدا في الكورس ده، كل اللي انا عايزه منك انه يكون عندك فهم كويس لمعظم المفاهيم الاساسيه للكمبيوتر. اي حاجه تانية انا هشرحها باذن الله. هنبدا من الفيديو الجاي باذن الله نتعرف على الاسكال هاكينج بلس انواع الهاكرز. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.